بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. إذن هذه انطلاقة الشوط الخامس الذي مخصص لإبكار حقائق على مسافة 3 كيلومترات، مخصصة من لجنة الانطلاق العليا لهذا السباق. ونتمنى لجميع الأخوة المشاركين والمتواجدين في هذه الفعاليات الجميلة التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. الذين متواجدين في ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. إذن وها نحن في طريقنا إلى صاحب المركز الأول شعار السيد ماجد بن فرج الضفيري على ظهر شادية للسيد ماجد بن فرج الضفيري تحت تل المركز الأول، ولكن التغير من دمعة للسيد حمد بن مسعود بن شير المري غيرت على المركز الأول. إذن المركز الثاني شادية للسيد ماجد فرج الضفيري تحت المركز الثاني. المركز الثالث غزيل للسيد زبرون بن محمد العجمي تحت المركز الثالث. المركز الرابع مقبل بن مرزوق ابن عبد الرحمن بن دنفس العجمي، نسميها الدائمة للسيد مقبل بن مرزوق بن دنفس العجمي تحتل المركز الرابع. المركز الخامس نصيحة للسيد جبران ابن محمد العجمي. وفي المركز السادس جلادة للسيد سعود سند المطيري. وفي المركز السابع مروة للسيد عادل علي عبد اللطيف الحمد، لكن التغير من شعار السيد مشرف بو ناصر العبداني بن سميع. براقة للسيد مشرف بو ناصر العبداني. وشعار السيد غانم بن علي بن ذيب الهادي على ظهر ممدوحة تحت المركز الثامن. المركز التاسع حاملة رقم 27 شعار السيد عطية بن مبارك العازمي. وفي المركز العاشر العنود للسيد ناصر بن مبارك بن فهيد العجمي. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، أول نداء للعشرة المراكز الأولى كاملة مكملة. وإذا ننتقل ونعود إلى المركز الأول، دمعة للسيد حمد بن مسعود بن شير المري تحت المركز الأول ومحافظة من انطلاقة هذا الشوط ومسيطرة على مقدمة الشوط للسيد حمد بن مسعود بن شير المري. المركز الثاني غزيل للسيد زبران بن محمد العجمي. وفي المركز الثالث مروة للسيد عادل علي عبد اللطيف الحمد. وفي المركز الرابع مصيحة للسيد زبران بن محمد العجمي، ولكن التغير من براقة للسيد مشرب بو ناصر العبداني. وفي المركز السادس ممدوحة للسيد جلادة للسيد سعود سند المطيري. وممدوحة أيضا بالمركز السابع للسيد غانم بن علي بن ذيب الهاجي. لكن خلوني مع الانتقالة والانفرادة الذي انفردت فيها دمعة للسيد حمد بن مسعود بن شير المري يحتل المركز الأول ومحافظة على مقدمة الشوط للسيد حمد بن مسعود بن شير المري يحتل المركز الأول. المركز الثاني مروة للسيد عادل علي عبد اللطيف الحمد. والمركز الثالث جلادة للسيد سعود سنة المطيري. والمركز الرابع ممدوحة للسيد غانم بن علي بن زيد الهوجي. ولكن خلوني مع الانفرادة التامة، دمعة هي الذي سيطرت على مقدمة الشوط من هذا الانطلاق وانفردت انفرادة تامة على مقدمة الشوط. الله 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 اشكرك يا اخوي حمد يا ابن مسعود يا ابن شير المري على هذا الاداء الجميل والعرض المتميز الذي قدمته لنا على ظهر دمعة. والله اشكرك. اذا تهانينا والف مبروك للسيد حمد بن مسعود ابن شير المري على حصول دمعة على المركز الاول. اذا استمرت على هذا المنوال دمعة للسيد حمد بن مسعود ابن شير المري تبتعد ابتعادا جدا عن هذا الشوط. اذا خط النهاية يقف تقديرا واحتراما تحت اقدام دمعة للسيد حمد بن مسعود بن شير المري. المركز الثاني جلاد للسيد سعود سنة المطيري. المركز الثالث براقة للسيد مشرف بو ناصر العبداني. المركز الرابع شعار السيد علي بن مسعود علي بن سالم بن نومان المري. وفي المركز الخامس عادل علي عبد اللطيف الحمد. اذا تهانينا والف مبروك للسيد
حمد بن مسعود بن شن المري على فوز جمعة في المركز الأول، وإلى اللقاء مع الشوط السادس.